في الفيديو ده هنرجع لبلاي ليست الحرب العالمية الثانية. اخر حاجة وقفنا عندها رجال هتلر والتضخم في المانيا وانقلاب الحزب النازي على حكومة الفايمر، وهتلر هيتقدم لمحاكمة وهيتسجن. في الفيديو ده احنا مش هنحكي حكاية عادية، احنا هنتكلم عن العقبات اللي هتلر حولها من حاجات مهينة جدا وضعف الى قوة، من واحد سجين الى مستشار المانيا. تعالوا نحكي الحكاية. هنراجع بسرعة جدا جدا. حصل تضخم في ألمانيا وبناء عليه في بعض الأحزاب انقلبت على حكومة الفايمر سنة 1923، من ضمنهم كان الحزب النازي. حاول ان هو يخطف 3 رجال من الحكومة، فشلوا في الموضوع، اتبلغ عنهم، البوليس وقف قصاد الحزب النازي ضرب عليهم نار، في 16 راجل ماتوا من الحزب النازي، وتم القبض على هتلر ورام، وبقية الرجالة هربت. جيرينج اتصاب في رجله وهرب على النمسا وبدأ يدمن المخدرات وخصوصا مادة المورفين. وهس هرب على جبال الألب في بافاريا، وهيملر هرب على بيت والديه وقعد هناك بقى كان كده شوية بس، قعد يذاكر ويجتهد ويقرأ كتير قوي علشان يجمع أفكار ويبقى جاهز لما يجوا يستعيدوا نشاطهم تاني يبقى هو في الصورة. وفي فترة سجن هتلر هيظهر معانا جوبلز وشتراسر. ليه طول الوقت بنأكد على دور رجال هتلر؟ لأن في منهم زي ما قلنا هيكونوا أصحاب قرارات، فلازم نكون عارفين أسمائهم كويس قوي ودورهم من الأول. وفي ناس تقريبا في الفيديو اللي جاي اللي بعده هيتقتلوا، فاحنا عايزين نعرف ايه اللي عملوه خلاهم يتقتلوا. وقت محاكمة هتلر كان موقف صعب جدا على نفسيته، ولذا زي ما ذكرنا يعني ان هو كان بيفكر في الانتحار، وقال بقى يعني مفروض العقاب بتاعه هيكون اعدام، فقال اعدام باعدام، انا هقف اترفع عن نفسي مش محتاج محامي. هتلر كان بيبقى عارف اللي قدامه عايز يسمع ايه، فكان بيعرف يقوله له من خلال الخطابة. فاول عقبة بنواجهها مع هتلر دلوقتي ان هو واقف مفروض متهان ذليل في موقف ضعف، عايز يستعطف الناس ان هم يرحموه ويعفوا عنه، لان هو واقف بمنتهى الشموخ قعد يعني هاجمهم بقى، انه انا عملت كده ليه، هو ده ليه، انا لشخصي، انا كنت مضطر، احنا متهانين، احنا مش لاقيين ناكل، في بطالة، احنا كمان بلاد تانية داخلة تحتلنا. فبدأ انه هو اللي بيسألهم، هو اللي بيعتب عليهم وبيلوم عليهم ان انتوا بتتهموني، انا مفروض انا اللي اتهمكم في التقصير، والحكومة الفايمر هي اللي حطانا في الموقف اللي احنا فيه ده، و فتحول من مجرم مفروض يتعدم لانه الناس قامت وبدات تسقف له بمنتهى الحراره، وتم العفو مفروض ان هو من اعدام ان هو ياخد 5 سنين سجن، لبعد كده الفتره هتتخفض. من كتر ما هو كان مؤثر وكان منفعل وزعيم واقف يخطب بحماس، كتبوا كلامه ده في ترانسكريبت كده زي نصوص نص المحكمة، وبدأ يتوزع في الجرائد. مين اللي قرأ بقى الكلام ده وانفعل جدا لأنه نفس الأفكار اللي هتلر قالها هو مؤمن بيها جدا وبينادي بيها وبيكتبها؟ جوبلز. في مشكلة بقى هتقابل هتلر، أنه رام هيتحكم عليه بحكم مع وقف النفاذ، فاليوم اللي هتلر هيبقى داخل فيه زنزانته رام هيبقى بيلم حاجته وماشي وخارج، ودي هتبقى كارثة بالنسبة لهتلر. احنا حكينا تكوين رام كان عامل ازاي، شبهناه بموسوليني اللي هو الرجل العسكري الغشيم اللي بفرض القوة ده عنده هو الاساس، ما عندوش الدبلوماسية والذكاء ان هو يتلاعب ويراوغ شوية، واحيانا لما الموجة عالية يوطي، ما عندوش هو المرونة دي زي هتلر. هتلر بيبقى عارف امتى يضرب بيد من حديد وامتى يتجنب وامتى يوطي، مرن كتير قوي عن رام. ورام كان عامل فرقة الاس اي شتوما ابتايلنج، فخرج طبعا الحزب النازي انفض، ما بقاش في وجود للحزب النازي، فان هم هيشتغلوا من الباطن. راح رام غير اسم الاس اي وعملها فرونت بان، بدأ بالفرقة دي ان هو يتوسع ويزود العدد ويوفر السلاح ويوفر التمرين ويزبط علاقات في الجيش، علاقات عسكرية. ما كانش هنا بيخون هتلر وبيعمل حاجة من وراه على قد ما هو عايز يعني متحمس وعايز يكون على اكمل استعداد لما هتلر يخرج من السجن يكون هو مزبط الدنيا والفرقة كبيرة، علشان برضو رام بيفكر في استخدام العنف زي ما عملوا قبل كده. اما عن احوال سجن هتلر فكانت اخر فخامة، زي أوضة في أوتال كده فيها حوالي 200 كتاب عمال يقرأ ويتثقف، وناس بتزوره وبيستقبلوا الضيوف عادي جدا، لدرجة ان هم احتفلوا بعد ميلاده 35 في السجن، وكان في ناس جولوا من بره يحتفلوا معاه. رادولف هيس لما عرف ظروف حكم هتلر واللي هتلر عمله وازاي حول الموقف من ضعف لقوة، قرر ان هو يرجع تاني ويسلم نفسه، واتحكم عليه ب18 شهر. والميزة هنا بقى ان هو كان في الخلية اللي جنب هتلر على طول، فكانوا على طول بيقضوا وقت مع بعض، بيقروا
كتب يقعدوا يتناقشوا بيكتبوا أفكار، ومن هنا هتلر بدأ يكتب كتابه كفاح. ودي تاني عقبة هتلر حاولها من ضعف القوى، يعني في المحكمة نفسها أخد البرستيج نفسه وتخفف له الحكم. تاني حاجة بقى لما دخل السجن بدأ ياخد برستيج بقى المفكر اللي قاعد بيفكر وبيكتب مانيفستو ورؤيته لألمانيا وأفكاره عاملة ازاي. الكتاب ما اتكتبش مرة واحدة، اتكتب على كذا جزء. وبالمناسبة هس هو يعني مشارك في كتابة الكتاب، هتلر كان بيمليه وهس كان بيكتب بنفسه، وهو يعني بيسموه ايه جوست رايتر، يعني هو اللي ورا كتاب بس الكلام ده مش مكتوب على الغلاف، لكن هس مشارك في كتابة الكتاب ده مع هتلر. كتابه ده باع بالألاف وحقق شهرة، فبدأ فعلا هتلر ياخد فكرة ان هو المناضل اللي بيكتب في السجن، والناس بتسمع له مستنيين بحرارة خروجه من السجن علشان يطبق الأفكار اللي هو بيكتبها دي. بالمناسبة الكتاب ده كان ممنوع نشره في ألمانيا بسبب يعني وجود خطاب كراهية بالنسبة للألمان، فكانوا منعين نشره. ومرة كنت في 2014 كده كنت في برلين في مؤتمر وبحكي عن أفكار هتلر في الكتاب بتاعه، فالألمان اتخضوا قوي، وانت قريتيه ازاي وازاي، وهل أنا متبنية أفكار هتلر يعني وتأثرت بيها ولا لأ. وبعد كده في 2016 بدأت ألمانيا نفسها هي اللي تنشر الكتاب ده، بس شالوا بعض الحاجات، عملوا نسخة منقحة يعني. والمفاجأة انه حقق اعلى مبيعات، لحد دلوقتي بيعيدوا نشره على طول، بيخلص اول بأول. العقبة الثالثة لهتلر رم، راح يزوره في السجن بقى ومبسوط قوي الشغل الجامد اللي هو عمله ده، والفرونت بان بقوا 30,000 ومدربهم ومظبطهم، وبص انا هعمل انت بس اول ما تخرج بص احنا هنضرب ومش هنخلي. هتلر قاعد يسمع يسمع يسمع. طبعا في مثل بيقول كده يعني عدوك اللئيم ولا صاحبك العبيط، هو بالظبط ينطبق على رام ده، لانه اللي هو بيعمله ده لو الحكومة اخدت خبر انه الحزب النازي لسه شغال وفي عنف وناويين على نوايا مش هيخرجوا هتلر، وهتلر عمال ماشي جنب الحيط انه يا جماعة انا نوايا بتاعتي كويسة وانا رايد خير ومش شرير وانا ده لمصلحة البلد واو والاخر. فهتلر اتصدم باللي رام عمال يعمله ده وقال بس انا كده مش هخرج بسبب اللي رام بيعمله. هتلر بيبقى غشيم جدا لما بيقفش وبيضلمها وبيضرب كرسي في الكلوب وبيقطع النور عنهم تماما. لما حس ان رام عمال بيسيطر وهتلر جوه السجن مش هيعرف يسيطر على الناس زي الفرونت بان او بقى علاقات رام عامة بقى، وكان هو بيتكلم دلوقتي بصوت الحزب النازي وهتلر مالوش سيطرة، فبدأ يخاف، وزي ما قلنا انه ده هيأخر خروج هتلر، فراح عمل بالظبط زي ما كان عايز يمسك رئاسة الحزب النازي ويشيل أنتون دراكسلر، فقال لهم أنا مستقيل. في مايو 1924 هتلر تاني بيقول لهم أنا مستقيل، اللي بيحصل بره ده أنا مايش دعوة بيه، العك اللي رام عمال بيعكه ده ما يخصنيش، مش بيتكلم بلساني، أنا ماليش دعوة. من ناحية علشان ياخد موقف، فتبتدي الرجالة تنتبه إنه ما تمشيش ورا رام، ما يبقاش رام هو صاحب القرارات والقائد. ومن ناحية تانية قدام الحكومة بيقول لهم أنا ماليش دعوة برام، أنا قدمت استقالة، أنا دلوقتي مش تابع الحزب النازي، أنا تابع نفسي، خرجوني بقى. غير رام، غير الواجب الوطني اللي رام بيعمله ده، كان غريغور شتراسر هنا اللي مسك رئاسة الحزب بشكل فعلي، وهيملر هو النائب بتاعه كان ساعتها عنده 24 سنة. فبالنسبة بقى لهتلر هو قاعد في السجن طبعا قاعد مش على بعضه من غريغور شتراسر ورام، والاتنين دول هيوحشونا عشان هيتقتلوا. وزي ما هتلر خطط بالظبط ان هو كان هياخد اعدام لخمس سنين لسنة، لكن مع الانضباط وان هو قاعد ساكت ملوش دعوة باللي بيحصل ملوش دعوة بالحزب النازي، قضى 9 شهور بس. يوم 20 ديسمبر 1924 خرج هتلر من السجن، لكن الحكومة اكدت عليه ان انت ده عفو على شرط، مفيش خطابة، انت مش هتظهر، انت مش هتكلم الناس، انت مش هتعمل اي مؤتمرات في اي حتة. وهنا بقى رح مقابل جوبلز، ازايك عامل ايه، انا عندي دارس اكاديميا الخطابة، طيب انت اللي هتنوب عني، انت اللي هتقف توصل للناس الرسائل بتاعتي. فجوبلز هنا قام بالدور عشان هتلر كان ممنوع من قبل الحكومة ان هو يتكلم ويخطب في الناس، فجوبلز مسك موضوع الخطابة، هو بعد كده هيبقى وزير البروباغندا وهو اللي هيمسك الميديا كلها. العقبة الرابعة انه هتلر قاعد واخد دور المناضل في السجن اللي كان يعني شايل هم البلد على كتافه وعمال يكتب في افكار وكتاب كفاحي، والكتاب باع، مش هنقول ما باعش يعني، هو لما خرج لقى الدنيا صحرا، مفيش عيل صغير واقف مستنيه، وبعدين لقى انه المانيا مستقره. دي مشكله،
اي حزب او معارضه عايزه تقلب على حكومه موجوده دلوقتي بتتصيد لاي حاجه حاصله عشان تقول الناس بصوا شايفين بيعملوا ايه، وتبتدي تقلب الشعوب على الحكومات. فالحكومه هنا بتستقر والدنيا تمام. هتلر هيجيب منين الثغره اللي يبتدي يشتغل عليه عشان يقلب الناس على الحكومه؟ رئيس الوزراء اسمه جوستاف شتغازمن، وده الفتره بقى اللي هو حكم فيها دي كان ساعتها خطه داز بتاع تشارلز داز الامريكي، وبعدين لحد السنه 28 وبعدين هيغيروها هيخلوا خطه يونج. فجوستاف بدا يعمل اصلاحات في المانيا. اول حاجه وقف الاضراب السلمي اللي العمال كانوا عاملينه في منطقه الرور، واقنعهم ان هم يشتغلوا مقابل ان هو هيرجع يديهم المرتبات، وده بالفعل اللي حصل، فبدا الانتاج يزيد. اتنين، مش بس ان الانتاج رجع، ده زاد كمان عن سنه 1913، يعني فتره ما قبل الحرب العالميه الاولى. تلاتة، حصل ازدهار قوي جدا في الفن والسينما والمسرح، وظهرت مدارس جديده فنيه. أربعة، التصدير زاد بنسبه 40%. خمسة، شركه اي جي فاغبن الالمانيه للكيماويات اصبحت الاقوى في اوروبا. ستة، تم زيادة المرتبات وزيادة سنوية بنسبة 10% من سنة 1924. سبعة، وعد بدفع تعويضات معاهدة فرساي في فرنسا وبلجيكا خرجوا منطقة الرور من المناطق الألمانية كلها سنة 1925 في اتفاقية لوكارنو. تمانية، ألمانيا شاركت في ميثاق كيلوغ بيريند من ضمن 62 دولة اللي فيها بيتفقوا كلهم على فض النزاعات ما بينهم بشكل سلمي. تسعة، حصلت اتفاقية ليج اوف نيشنز وأصبحت ألمانيا من ضمن عصبة الأمم. عشرة، تم تغيير العملة من البايشمارك للبرنتنمارك في نوفمبر 1923، وبدأ جوستاف يقلل في نفقات الحكومة، فبدأ الاقتصاد شوية يتحسن والدنيا تستقر والناس تأقلمت على الأوضاع، ما بقاش فيه قلق وشغب زي قبل كده. فلما هتلر خرج ولقى ان الدنيا تمام قوي كده وفي استقرار، بدأ يقلق علشان هو مش عارف ايه اللي هيحصل يضرب بيه في الحكومة، فبدأ يدور على شوية ثغرات. وقتها هس خرج من السجن، فهتلر بدأ يتشاور معاه، قال له يا هس مفيش مشاكل دلوقتي، نقلب الناس على الحكومة نعمل ايه؟ قال له لو مفيش احنا نلاقي لهم مشاكل، نوجد لهم مشاكل يا ريس. بعد الرصد اكتشفوا ثلاث حاجات، انه نسبة البطالة عالية، واعتماد المانيا على الديون الامريكية، والانتاج الزراعي منخفض جدا. هتلر قال بس فرصة وجات لي لحد عندي، بدأ يكلمهم عن ماذا لو حصلت أزمة اقتصادية لأمريكا مثلا، يعني وانتم معتمدين الاعتماد الكلي ده على فلوس أمريكا. ناس قالوا له أمريكا ازاي يعني؟ أمريكا هي اللي بتحللنا الاقتصاد، ازاي أمريكا هتقع أصلا وهيبقى عندها مشكلة اقتصادية، انت مجنون ولا ايه؟ في فبراير 1925 يموت الرئيس إيبرت رئيس حكومة الفايمر وحزب الاس بي دي، حزب الاشتراكي الديمقراطي، ومسك مكانه هيدنبرغ، كنا ذكرنا اسمه هو ولودندورف كقادة عسكريين في الحرب العالمية الأولى، ناس تقيلة قوي. هيدنبرغ مسك الحكم وما كانش بيطيق هتلر، يطيق العمى ولا يطيقوش. الدنيا تمام، رجال هتلر معاه، هس خرج، جوبلز معاه شغال خطابة، وبعدين بيتسمح لهتلر ان هو يبتدي يتكلم ويخطب في الناس عادي، فبيبتدي يقف في الخطابات ويقول لهم استيقظي يا ألمانيا، هو ده كان شعار هتلر. وفي الاحداث دي بتبتدي تتشكل فرقه الاس اس، احنا حكينا عنها انه رأسها كذا حد، لكن في الاخر هيملر هو اللي هيمسكهم وهيعتني بيهم بكل تفاصيلهم، ورام مكمل بالاس اي والفرونت بان بتاعته دي، وكل ما يقترح حاجه على هتلر هتلر يرفضها قرش ملحته. وفي عيد ميلاد هيدنبرغ الـ80 البرلمان بيسمح للسياسيين المنفيين خارج البلاد ان هم يرجعوا، فجيرينج هنا بياخد الموضوع ده كفرصة وبيرجع ألمانيا تاني سنة 1927، وكده دائرة هتلر الصغيرة بترجع تاني تتكون حواليه زي ما كانت في الأول. مشكلة رامن هو برضو كان عايز يمشي بالبلطجة والعنف وكان بيزبط نفسه لكده، هتلر أخد الدرس كويس قوي وقال أنا مش هدبس نفسي تاني في سجن ومشاكل، أنا هدخل بالصندوق همشي بشكل رسمي، فهيدخل الانتخابات انتخابات البرلمان، وكمان بعد كده هيدخل انتخابات الرئاسة نفسها. هو شاف انه الرسمي هو اسلم شيء، وهيبتدي ان هو بقى يتلاعب هو ورجالته في ان هم يحصلوا على السلطة وياخدوا اكبر عدد كراسي في البرلمان، وبعد كده يدخل على الرئاسة نفسها. رام كان برضو عايز يستخدم العنف في الشارع. سنة 28 حصلت انتخابات البرلمان، البرلمان فيه 500 كرسي، هتلر دخل الانتخابات بالحزب النازي، اخدوا 2.6%، يعني حوالي 12 كرسي من 500، بينما فاز الاشتراكيين الديمقراطيين ب 29.8%، يعني بحوالي 153 مقعد من اصل 500. ودي العقبه الخامسه، الناس ممكن تعتقد انه ده فشل ذريع وانه هتلر ما كانش يعني عامل ايه ب 12 كرسي في البرلمان، يعني انت بجد انت بتهزر يعني وداخل ومش مكسوف من نفسك، الا ان هتلر هنا بيؤمن بفكره الصيت ولا الغنى.
فكره ان هو دخل البرلمان واه نسبه قليله بس هو عمل دوشه، هو الناس بدات تاخد بالها منه بانه وجوده ووجود الحزب النازي بشكل رسمي في البرلمان، وان هو له ممثلين دلوقتي بيقعدوا. طبعا هو هيدخل جوبلز وجورينج، فان هو موجود على الارض وفي البرلمان وله كلمه ومقاعد، صحيح قليلين لكن دي بدايه الخط، ما بيفشلش يعني وان هو يكتفي ويتصدم ولا والنسبه قليله وكده، لا خالص. طالما هو متشاف يبقى دي بداية الطريق ان هو يصعد الى الحكم نفسه. دخلنا البرلمان بقى، هنقعد ساكتين كده وهدين ولا نعمل قلبة ونسألهم اسئلة برضو ونشككهم في نفسهم؟ اكيد لازم نعمل كده. حزب النازي برضو سأل نفس السؤال، ماذا لو امريكا حصلت لها اي وعكة اقتصادية؟ احنا اللي هنروح في داهية لان احنا معتمدين عليهم وفي ديون. فالناس قالت له انت مجنون، ده خيرات تشارلز داز ويونج علينا وهم اللي بيشيلونا وبينتشلونا من المأزق اللي احنا فيه ده. امريكا ما كتبتش خبر. سنة 1929 حصل الجريت ديبريشن، الكساد العظيم، وعكة اقتصادية من العيار التقيل امريكا بتقع فيها، جميع دول العالم بيقعوا وراها. هتلر هنا بقى بيتمزج قوي كده لانه ايه، انا مش قلت امريكا هتقعد حوالي 10 سنين مش عارفة تخرج من المأزق ده؟ فقالوا له لا والله بقى، ده انت اللي تيجي تقعد وتحكم واحنا نسمع كلامك من هنا ورايح. في الفيديو الجاي هنتكلم عن الجريت ديبريشن وازاي حصل امريكا وامريكا طلعت منه ازاي. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.